عن مولادنا بيبنوا بلدنا. عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يدي بيدو يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونحدث روحك، يلا لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في اول حلقتنا في الاسبوع الحالي هناخد حضراتكم في زياره الى محافظه الوادي الجديد، وتحديدا واحد باريس في اقصى جنوب غرب مصر. في واحد باريس هناك في منطقه كبيره جدا هتتسمى بواحد الجوجوبة على طريق الأقصر. المنطقة دي زرعت فيها بالفعل مساحات ومثمرة حاليا من أشجار الجوجوبة. هذه الأشجار بتنتج زيوت هامة جدا للعديد من الصناعات، واللي نفذ هذا المشروع هو المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي، والمشروع بالكامل تحت رعاية محافظة الوادي الجديد. بنقول لحضراتكم هذه الشجرة بتنتج بذرة عند عصرها بتنتج زيوت، الزيوت دي هامة جدا للعديد من الصناعات، منها مستحضرات التجميل والوقود الحيوي والصناعات الدوائية وغيرها كتير جدا من الصناعات التي تحتاج زيوت الجوجوبا. لدرجة ان اليابانيين موجودين النهاردة في مصر وعملوا مصنع باستثمارات ضخمة تتجاوز 200 مليون جنيه عشان اشجار الجوجوبا وزيوت الجوجوبا المصرية. كمان خلال الزيارة هنقابل السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وهيجاوب على كل اسئلة حضراتكم. كلنا بنحلم بفدان نزرعه في ارض الوادي الجديد، ارض الفرص الواعدة. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان من أقصى جنوب غرب مصر من منطقة واحد باريس. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان يشهد في الوادي الجديد موسم حصاد أشجار الجوجوبة في قلب مدينة باريس، وذلك بأراضي المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي، والذي يمتلك أكبر مشروع لإنتاج شتلات الجوجوبة في مصر. فريق الجدعان يلتقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي يؤكد دعم المحافظة للمشروعات الزراعية الجادة والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويكشف ملامح خطة توطين الشباب من مختلف المحافظات بالوادي الجديد، وأسرار مساندة المستثمرين الزراعيين للحفاظ على مشروعاتهم. الآن تشاهدون: فريق الجدعان يشهد في الوادي الجديد موسم حصاد أشجار الجوجوبة في قلب مدينة باريس، وذلك بأراضي المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي، والذي يمتلك أكبر مشروع لإنتاج شتلات الجوجوبة في مصر. دلوقتي احنا في طريقنا لواحد باريس في الوادي الجديد، هنشهد مع حضراتكم حصاد محصول أشجار الجوجوبا في مشروع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي MK جوجوبا، وهي شركة أنشأها المهندس الزراعي إسماعيل محمد، واللي كان حلمه طول عمره إن مصر تبقى من أهم الدول المنتجة لزيوت الجوجوبا الطبيعية العالية الجودة، وكمان يعمل لها قيمة مضافة بالتصنيع، وإنه يصدرها لكل دول العالم وخصوصا أوروبا، وتقريبا نجح في تحقيق جزء كبير جدا من أحلامه.
في مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وتحديداً على الطريق المتجه لمحافظة الأقصر. اختار المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي جوجوبا MK منطقة واعدة لتنفيذ حلمه، وهو إنشاء مستعمرة عملاقة لأشجار الجوجوبا بمساحة 7500 فدان تمتد ل 150 ألف فدان لغاية سنة 2030، وزرع فعلاً 2500 فدان بالجوجوبا، وبيتوسع في باقي المساحات بشتلات أعمار مختلفة. وطبعا بيستهدف إنتاج بذرة الجوجوبا واستخلاص زيوتها الطبيعية الذهبية وإدخالها في مختلف الصناعات الخاصة بمستحضرات التجميل ومركبات مكافحة الآفات الطبيعية والأدوية والوقود الحيوي وغيرها، والتصدير لأوروبا. والحقيقة الإنتاج كان متميز من بذرة الجوجوبا، رغم أن الشجر لسه يدوبك بيبشر، وكان المبهر فعلا كم فرص العمل اللي نجح المشروع في توفيرها للشباب في منطقة نائية فعلا بالوادي الجديد. وخلي بال حضراتكم، الحصاد هيشهده مع حضراتكم السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الداعم الأول للمشروع، لدرجة أنه أطلق على المنطقة وادي الجوجوبا. تعالوا في البداية نقابل المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي. دي تاني أو تالت زيارة لينا إلى هذه المنطقة في قلب باريس في الوادي الجديد. أول زراعات جوجوبا في الوادي الجديد بهذه المساحة وهذه الإنتاجية، وإحنا لسه بشاير. النهاردة حققنا إيه ووصلنا لإيه؟ أهلا بحضرتك أستاذ محمد وبرنامجك المحترم. عايز أقول لك أنت عامل مجهود ضخم فعلا. ده تحياتي، ده مش مجهود إسماعيل ولا الخليجية ولا ده فريق كبير يعني. طبعا. خلينا نبدأ بالشكر لهم، يعني نشكرهم كلهم، كل المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والجامعات المصرية، فريق كبير جدا اشتغل عشان نوصل للنموذج اللي احنا شايفينه. فأنا بشكر كل العاملين وكل الفريق في هذا الأمر، وبشكر كل تيم المصرية الخليجية، هيئة استشارية، مهندسينها، عمالها، فنيينها، الناس اللي تعبت وتسهر وتتعب عشان توصل لهذا المنظر اللي احنا شايفينه والإنتاجية ويحققوا الإنتاج ده. بص حضرتك، خطوات زيادة الإنتاج دي عشان نتكلم فيها عديدة، بس هنبدأ ألف ب أم منتخبة شتلة صحيحة من أم تعملت بأحدث تقنيات، اتسجلت أصناف، اتسجلت في وزارة الزراعة مشات المرخصة، قدرنا نطمن للسورس اللي هنشتغل عليه. ننزل أرض الواقع، نقول مراحل تجهيز أرض زي ما الكتاب بيقول، ونجهز ونشتغل، نحمي رياح، نعمل تصميم شبكات صح، إدارة صح، نوصل للنتيجة اللي حضرتك شايفها النهاردة. طبعا احنا النهاردة يمكن النهاردة عيد في الخليجية كلها، عيد لمحافظة الوادي الجديد، عيد لمركز باريس. السبب عملنا خطة، حطينا دراسة جدوى، ونزلنا الأرض طبقناها، وكان المشروع أو كرم محافظة الوادي الجديد أكرم مننا أن الناتج يتفوق على دراسة الجدوى. خلينا نفهم الناس ونفكرها، ليه حضرتك تحديدا قررت تزرع الجوجوبا في مدينة باريس في الوادي الجديد؟ بالنسبة للجوجوبا في عدة عوامل، من ضمن زيادة الإنتاج اللي احنا بنتكلم فيها اختيار المكان، المناخ. صحيح. المناخ صحيح. طب انا عندي هنا لما ببص لخطوط الطول والعرض لمنطقة اللي جنوب مصر بقى، مش يعني جنوب مصر وبالاخص الجنوب الغربي لمصر، فبالتالي ده نفس الخطوط الطول والعرض اللي موجوده في جنوب غرب ايه المكسيك او في ولايه اريزونا، يبقى ده مناخ مساعد. هي اشهر مناطق زراعه الجوجوبا في العالم والاعلى انتاجيه على فكره. بالظبط. بدانا ان اول حاجه في الوادي الجديد لما كان جهاز الخدمه الوطنيه في مشروع سهل بركه، عملنا نموذج هناك. النموذج ده بسم الله ما شاء الله حاجه يعني كانت بشاير قويه جدا جدا، تقول ان احنا الدراسه اللي عملناها على الوادي الجديد اتطبقت على الفعل. وبعد النموذج ده ما نجح وحقق الانتاجيه جاب الضعف يعني كان. فعملنا بقى ايه خطه لتوسع، وبدأنا نحلم ان نعمل وادي باريس او الوادي الذهب الاخضر في باريس، على اساس نعمل ايه هو المحافظ سماه كمان وادي الجوجوبا. وادي الجوجوبا نعمل هنا وادي الجوجوبا، وعشان حلمنا نزرع 150 الف فدان ندخل بيهم موسوعة جنس عالميا كلها، تبقى مصر رقم واحد في انتاج وبزيت وبذور الجوجوبا. على فكره احنا واخدين جوده عاليه جدا 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 في العالم كله، خواص فيزيائيه وكيميائيه كزيت. مصر فعلا 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 لنا ريادة في هذا الأمر. انت صدرت زيت؟ طبعا صدرنا، وفتحنا أسواق كتيرة في الصين وفي شرق آسيا، مش هقول صين بقى، هقول شرق آسيا، هقول في أوروبا، هقول في أمريكا، في خليج، فتحين سوق وصناعات عديدة لهذا الأمر. وطبعا احنا الهدف كله النهاردة ان انت ترجع المنتج المصري او الصنعة في مصر يرضع لقيمته الأولانية، نفس القطن اللي عمله هتعمله جوجوبا في مصر، واحنا مؤهلين لكده، مؤهلين في مناخنا، مؤهلين في الكوادر
والبشر انه كادر البشر اللي عندنا مؤهلين في ميتنا، مؤهلين في ارضنا، كل ده مؤهلين، ايه اللي يخلينا ان احنا ما ننجحش؟ فده امور كلهتها ان شاء الله هيكون في نجاح كبير جدا. خلي بال حضراتكم، المهندس اسماعيل محمد رئيس الشركه المصريه الخليجيه لاستصلاح الاراضي، متخصص في انتاج شتلات الجوجوبا، وبيمتلك أكبر مشاتلها بطاقة 5 ملايين شتلة في منطقة العالمين بالساحل الشمالي، وزورناه قبل كده، وبينتج الشتلات من مزرعة أمهات عظيمة لأشجار الجوجوبا في أسيوط عمرها مش أقل من 25 سنة، وبيزرع أشجار الجوجوبا في كل مكان، الوادي الجديد، الغردقة، العالمين، أسيوط، مطروح وغيرها، ده بخلاف تصدير شتلاتها لكل الدول العربية. صدرنا الزيت وعملوا بيها منتجات، فكرنا ما بيعملوا ايه؟ يعني ايه المنتج اللي ممكن نعمله في مصر هنا من خلال زيت الجوجوبا؟ ده شغالين عليه، بص حضرتك ده شغالين عليه، انا شفت لك منتجات عديدة جدا، ده شغالين عليه كمنتج نهائي في كل الكوزماتيك او طبي، ده منتج نهائي. شغالين المرحلة اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الرو ماتيريال، اللي احنا نقدر نعمل مواد خام عشان تدخل تفتح صناعة. هنحول الزيت لبطر، بنحول الزيت لبودرة، بننزع منزعون اللون عشان يدخل فيه جميع صناعات عديدة جدا، مفتوح بقى أرقام كبيرة، فالموضوع يعني كبير إن إحنا نقدر نغطيه أنا وحضرتك يعني في الوقت الضيق. طب حضرتك النهاردة بتنفذ كم مشروع جوجوبا في الدول العربية؟ نفس النموذج المصري ده بتطبقه عندهم؟ إحنا النهاردة بننفذ حاليا في دولة العراق، في دولة السنغال، في السعودية، في الإمارات، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب. ما شاء الله. وإن شاء الله في قاعدة كبيرة جدا جدا من المشاريع. إحنا بفضل ربنا. زاروا هنا وشافوا النموذج ده وعايزينه بلدنا. على نفس بص حضرتك. بشتلتنا. صح. ده هقول لسيادتك بقى. هقول لسيادتك. لا قول لي شتلتنا وخبراتنا. هقول لسيادتك بقى. العراق على سبيل المثال. قالوا له احنا شفناك مع محمد غانم في برنامج الجيعان، بالنص انا بنقول لك اللي سمعوه، شفناك مع محمد غانم في برنامج الجيعان، هم ليهم الف تحيه، هم وقالوا عايزين جمهور كبير على فكره ونحن بنحبهم، وبعد كده اتصلوا وجم زياره ورحنا زرناهم وتبادلت الزيارات واتعاقدنا على 85 الف دونم، يعني بتكلم في حوالي 40 الف فدان هيتزرعوا جوجوب في العراق، في السنغال 10000 هكتار، واخد بال حضرتك؟ في العراق السنغال تم التعاقد بالفعل، ان شاء الله الشهر الجاي هتشوف 750 الف شتل جوجوبا اصناف مصريه مسجله في وزاره الزراعه المصريه معتمده معمول لها حمايه هتتصدر. هنعمل ايه؟ هنجيب دولار، هنجيب عائد دولار، يبقى الجوجوبا بدات تدخل اللي هي ارقام تسمع وتسمعها في الميزانيه الدوله، وتسمع من العائد الدولار تقول لك ان السنه دي الجوجوبا سمعت قد كده. ليه؟ دي كانت خطوات تحضير، ان انت لما بتحضر النهارده المشروع مش في يوم وليله هتسمع، لا بنجيب ضيوفنا، بنجيب اشقائنا بيزورونا، بيشوفك على الواقع، انت بتقدم دراسة، لكن لما يبقى عندك واقع انتاج، انت النهاردة نزلت شفت لمست انتاج بايدك، ما شفتش الكلام ده معمول في فيديو او لا، ده انت حضرت. ده صحيح. مئات الافدنة بتتحصد، فانت النهاردة ده اللي احنا بنتكلم، لذلك انا دايما المقولة اللي انا بقوله مش كل فدان مزروع منتج، لكن كل فدان منتج مزروع، يبقى انا طالما حققت الانتاج يبقى عندي، يبقى انا زرعت. صحيح. يبقى في الاخر والجوده والانتاج، ان انت المصانع الخليجيه بقى ان هي بتطلع اعلى جوده باقل تكلفه، وده رقم واخد بال حضرتك ارقام كبيره جدا جدا جدا. يعني احنا حضرتك بتقول 150 الف فدان، المحافظ النهارده اعلن ان هو المبادره 15 الف فدان هيديهم لك كمرحله اولى، وبعد كده كمل هتجيب امكانيات منين لكل الكلام ده؟ هقول لسيادتك، هقول لسيادتك، احنا النهارده السيد المحافظ المرحله الاولى احنا حلمنا 150 الف، حلو الكلام، انتك 10% قال لك وريني الجدعانه، خلص وخد غيره واشتغل. عملنا ايه النهارده؟ احنا بنعمل ايه؟ عاملين بروتوكولات تعاون مع النقابات، عاملين مع شركات البترول، من جد حضرتك شفت بكتور تكرير اسيوط، مع كل النقابات، مع البنوك، مع كده، هيدخلوا هياخدوا الارض من الدوله، التخصيص هيبقى للجهه للدوله مباشر، واحنا كمصريه خليجيه هنكون شركاء معاهم، يعني احنا هندفع استثماراتنا في ارضهم هم، شفت العكس بقى، احنا هندفع فلوسنا في ارضهم هم، هو اللي كمستثمر هياخد ارضه من الدوله باسمه ويرجع تاني، احنا بنعمل له تنفيذ للبنيه التحتيه، بنعمل له عرض مالي وفني وهو بيدفع ثمن البنيه التحتيه لحد الارض ما تتزرع، بعد ما بتزرع بتدخل الخليجيه تصرف لحد الارض ما تنتج، ما بنقولوش هات حاجه، انا صرفت حطيت استثمارات في ارضك يا شركه او يا نقابه اللي انت دافع، يعني مش هطير، انا استثماراتي عندك، ما انا ما خدتش منك، ده ارضك باسمك، ما خدتش منك فلوس، ده ارضك باسمك، ده انا عاكسها. طب ايه الهدف؟ ان انا لو الارض دي والشجر اللي انت شايفها حضرتك دي ما انتجتش يبقى انا الوحيد اللي خسران كخليجي، ولما تنتج، ولما تنتج كسبنا احنا الاثنين، يعني الشركه ازاي هناخد النص وهو النص، يعني انت هتاخد نص اللي انت بعد ما تزرع ارضك مش مطالب تدفع ولا جنيه، الخليجيه هتصرف من يوم لحد 25 سنه مقابل 50 50 وبتعاقد معاك على المحصول، لو الارض دي انتجت كسبنا احنا الاثنين،
طب لو ما انتجتش الخليجيه الوحيده الخسرانه، ايه السبب؟ لان انت تمتلك ارض وتمتلك اصول وبنيه تحتيه وعشان الشجره ارميها بره، لكن انا ما امتلكش انا كده خسرت. يبقى ده دافع للنجاح. يبقى انا بتكلم النهارده احنا المصريه خليجيه السيارات الصحراويه مطور زراعي وشريك نجاح، مطور زراعي وشريك وبعد نجاح. قد ايه تنتج يعني؟ انا هندخل شراكه مع بعض دي بعد قد ايه هتجيب لي عائد؟ مفاجاه بقى، 3 سنين المفروض تنتج. آه. الحمد لله ربنا اكرمنا بفضل برضو ابحاثنا وعلمائنا، بشرنا في السنه الثانيه وبقى في فلوس وعلى. بقى فلوس في السنه الثانيه. مشروع الجوجوبا في باريس بتدعمه بقوه جامعه الوادي الجديد. تعالوا نقابل الدكتور احمد حري نائب رئيس جامعه الوادي الجديد، واللي هيشرح دور الجامعه في خدمه المجتمع المحلي بالوادي الجديد وتوفير فرص العمل لابنائها. دكتور احمد حري نائب رئيس جامعه الوادي الجديد، دكتور لنا دور مهم جدا في دعم المجتمع المحلي ومسانده الشركات الزراعيه والمساهمه في تحقيق الامن الغذائي. عايز اسمع دورنا ايه، بنعمل ايه؟ جامعة الوادي الجديد احنا بداية تعتبر ثمرة من ثمار اهتمام القيادة السياسية بمجتمع الوادي الجديد، فاحنا بنعتبر الجامعة دي منارة في هذا المجتمع اللي ان شاء الله بإذن الله تشارك بجدية وتشارك بعزم كبير جدا في عملية التنمية المستدامة ان شاء الله. الجامعة لها دور طبعا بالإضافة للعملية التعليمية والبحث العلمي، لكن لها دور مهم جدا بالنسبة للمجتمع. فالدور المجتمعي للجامعة بيتمثل في حاجات كتيرة جدا، يعني على سبيل المثال القوافل الطبية، القوافل البيطرية، القوافل الزراعية اللي بتنزل وتجوب ربوع الوادي الجديد لعمل تسقيف في كل مجال من المجالات للمواطنين والمزارعين والمربيين ومختلف الفئات. توعية مهمة جدا. توعية مهمة جدا يعني. احنا النهاردة في يوم مهم جدا بالنسبة للشركة زي الشركة المصرية الخليجية، شركة استثمارية بتقوم بزراعة نبات يعني بنسميه او نقدر نقول عليه الذهب الاخضر اللي هو جوجوبا. طبعا لما له من اهمية اقتصادية والطبية، ويعني طبعا من ناحية الوقود ومختلف المنتجات اللي بتطلع منه. فالنموذج عندنا النهاردة الشركة المصرية الخليجية نموذج جميل جدا في نوع التعاون ما بين الجامعة والمجتمع في البحث العلمي. احنا انشأنا مزرعة بحثية يعني مصغرة برضو عشان نقدر نبقى مواكبين للتطور في زراعة الجوجوبا. في نفس أي ملاحظات ننبه الشركات ليها على طول؟ مهم جدا. طبعاً. لأن طبعاً بيبقى زي بروتوكولات، وبيبقى التعاون هنا مش تعاون يعني اعتماداً على الفايدة المتبادلة فقط، ولكن الهدف منها التنمية. فده دور مهم جداً بالنسبة للجامعة. طب دكتور أحمد، هل عندنا وحدة ذات طبع خاص لخدمة المستثمرين الزراعيين تحديداً في أرض الوادي الجديد؟ جميل. احنا عندنا في الجامعة بيبقى في الكليات، كل كلية بيبقى لها تخصصها وليها طبيعة معينة، بيبقى فيها حاجة اسمها مركز الخدمة العامة. مركز الخدمة العامة ده بيتناول خدمات كتيرة جدا، وبيبقى في مقابل وفي تبادل، وبرضو البروتوكولات احيانا بتبقى مش المسألة المادية بس. يعني انا عندي مثلا الشركة المصرية الخليجية النهاردة عاملة حاجة كويسة جدا، انها بالاضافة انها بتستفيد من الجامعة كمشورات علمية وبحثية، لكن في نفس الوقت الشركة بتقدم منح دراسية بتشجع الباحثين، يعني برضو يبقى في تبادل منفعة ما بين الطرفين. صحيح. يعني اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة في جامعة جنوب الوادي، وطبعا في تعاون كامل بين الكلية ومشروع الجوجوبا لدعمه فنيا. ركزوا معه. دكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة في جامعة الوادي الجديد، دكتور عايزين تقييم حضرتك لهذا المشروع اللي اتزرع فيه النهاردة حوالي 2500 فدان بأشجار الجوجوبا. طبعا لو حضرتك شايف دلوقتي ما شاء الله هو ده الموسم الثاني اللي جاني المحصول، فأنا شايف فيه تطور وفيه ازدهار وفيه نمو في الشجيرات اللي هي اللي موجودة. وإحنا ككلية الزراعة من خلال البروتوكول المنعقد بيننا وبين الشركة في بعض التعاون اللي هو المشترك. لا احكي لنا تفاصيل يا دكتور، ايه التعاون؟ نوع التعاون ايه؟ يعني ان احنا بنجيب مجموعة من الطلاب داخل كلية الزراعة، في هناك بعض الاستشارات الفنية مع مجلس الإدارة في قسم الأراضي، في عندنا برضو والتربة بالتعاون مع الفريق اللي هو البحثي اللي موجود في الشركة نفسها يعني. وإحنا عشان برضو البعد اللي هو بين مقر كلية الزراعة والمكان نفسه والمشروع نفسه في باريس، أنشأنا البروتوكول ده وعملنا مزرعة بحثية
على فدان ونص كنموذج مبدئي داخل الكلية، بحيث أن الشركة ليها أهداف معينة والجامعة ليها أهداف معينة، والتقينا في مجموعة كبيرة جدا من النقاط، وذلك لخدمة المجتمع وتشجيع مثل هذه الزراعات اللي احنا بنقول لزيادة الاستثمار الزراعي والاقتصادي داخل حوض الوادي الجديد أو في الأراضي الصحراوية. وإحنا ككلية الزراعة إن شاء الله في الفترة المقبلة ومن خلال البروتوكول والتعاون الموجود إن إحنا هنبدأ نوفر للشركة دي، فبنحاول نطلع مهندس زراعي عنده فكرة عالية جدا متدرب شاف النبات، هيبقى قادر وجاهز لسوق العمل وخاصة لشركة المصرية الخليجية في محافظة الوادي الجديد. خلال جولتنا في مزرعة الجوجوبة قابلنا المهندس محمد المزروعي رئيس شركة الزفرة الإماراتية، واللي جه مخصوص لمصر عشان يشهد موسم حصاد الجوجوبة، لأنهم مهتمين جدا في الإمارات بمنتجاتها الصناعية. تعالوا نقابله المهندس الزراعي محمد المزروعي رئيس مجموعة الزهرة. خليني أسأل حضرتك على التعاون ما بين مصر والإمارات في نبات زي الجوجوبة. حضراتكم مهتمين بها جدا، وإحنا زراعين مساحات كبيرة جدا وعندنا خبرات كبيرة في زراعة الجوجوبة. إيه اللي ممكن يحصل لما مصر والإمارات يتقبلوا للنهوض بهذا المحصول؟ شجرة الجوجوبة هي الزرعة أو تم التعرف عليها في الإمارات في الوقت اللي مصر أيضا لسه بادي معاها هذه الشجرة. يعني عارفين الأصناف اللي مزروعة ونوعها؟ أصناف بذرية غالبا. تمام. كانت أصناف بذرية وتم توزيعها من منظمة الفاو بنهاية حقبة منع استخدام الحيتان أو زيوت الحيتان، فأوجدوا البديل بنشر هذه المزروعات. يعني زيت الجوجوبة ممكن يبقى بديل لزيت كبد الحوت؟ طبعا، ما هو متعارف عليه هو زيت شمعي، لذلك هو يستخدم بكثرة في عملية مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى استخداماته الأخرى كزيوت محركات واستخداماته كوقود حيوي الآن التوجه له، لكن بسبب ارتفاع زيت الجوجوبة فلسه الإقبال عليه في هذه المراحل أقل، لكن مستقبلا مع كثرة الإنتاج راح يتم الاعتماد عليها بشكل كامل. نعم. يعني احنا كمصر والامارات بنتابع الابحاث العالميه لانتاج شتلات عاليه الانتاج. طبعا طبعا. طبعا طبعا، على مستوى العالم تعتبر مصر من الدول المتقدمه، بالتالي هذا اللي جذبني اني انا يعني اتابع المشاريع داخل مصر من خلال الشركات، شركه الزيوت المصريه مع دكتور نبيل الموجي، مع مهندس اسماعيل الشركه المصريه الخليجيه، على علاقه متواصل معهم حوالي من 7 سنوات. خطه حضرتك ايه للتوسع في منتجات الجوجوبه؟ خطتي انا احلاليه. احنا في اماره ابو ظبي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد زرع مساحات كثيره واهتم كثيرا بزراعة الغابات منذ بداية السبعينات. كما تعلمون أنتم الغابات لها فوائد بيئية، كان في توسع كثير منذ السبعينات لغاية الآن، وصلت المساحة عندنا لغاية 240 ألف هكتار من الغابات، معظمها نباتات محلية وفيها جزء في قرابة 30% إلى 20% مساحات غير محلية. فالفكرة اللي عندي أنا كانت هي إحلال أشجار الجوجوبة بالأشجار الغابات، إدخال الجوجوبة كشجرة غابية تعطي كل مميزات كل فوائد الشجرة الغابية، زائدا تعطينا زيوت نستخدمها كزيوت طبية وزيوت تجميلية يتم تصديرها أو نوجهها إلى زيوت تستخدم في الوقود الحيوي وفي المجال الصناعي. هل في بحوث في الإمارات في الجهات البحثية والجامعات عن نبات الجوجوبة؟ حاليا كبحوث دول المجاورة لنا أنا على تواصل معها، جامعة الملك فيصل بدأت هذا البحث منذ 3 سنوات من خلال بالتعاون مع شركة أرامكو، بدأوا بعمل تجربة غرابة 30 هكتار، محصول ما شاء الله أنا قمت بزيارته منذ حوالي 2 أسبوع. طبعا هو مصدره الشركة المصرية الخليجية بنفس الجودة وبنفس القوة، رغم صعوبة الظروف في منطقة الحساء مع شدة الحرارة ونقص المياه ونقص العناية حتى، فتجارب المناطق المجاورة للإمارات تجارب ممتازة. يعني ده بيشجع حضرتك أنك تعمل إحلال وتجديد بشتلات مصرية هذا في الإمارات في الغابات؟ أنا منذ حوالي 3 سنوات وأنا أتواصل مع الحكومة لتحديد
مساحة يتم تنفيذ نموذج لهذا المشروع، وإن شاء الله غريبا نصل. أيضا تواصلنا مع شركة أدنوك أيضا، لأن هذا الغرض يخدمها بالدرجة الأولى أيضا كتوفير مصادر الطاقة الخضراء، والذي يعني مطلوب عليهم بعد عام 2030 و2040 بتوفير نسب من البايو فيول مع مشتريات، إن شاء الله هذا المنتج راح يحقق لهم هذا الأمر. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي يؤكد دعم المحافظة للمشروعات الزراعية الجادة والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويكشف ملامح خطة توطين الشباب من مختلف المحافظات بالوادي الجديد، وأسرار مساندة المستثمرين الزراعيين للحفاظ على مشروعاتهم. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي يؤكد دعم المحافظة للمشروعات الزراعية الجادة والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويكشف ملامح خطة توطين الشباب من مختلف المحافظات بالوادي الجديد، وأسرار مساندة المستثمرين الزراعيين للحفاظ على مشروعاتهم. في مستعمرة الجوجوبة بمركز باريس اللي نفذها المهندس إسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية، قابلنا اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللي تفقد المشروع بالكامل وكمان شاف عمليات الحصاد لبذرة الجوجوبة، وناقشناه في كل ما يخص الاستثمار الزراعي في أرض الوادي الجديد، أرض الفرص الواعدة. ركزوا معه. سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أو وحش الوادي الجديد، أنا دايما بقول على حضرتك في برنامج جدعان وحش الوادي الجديد، وأنت تستحق عن جدارة. الله يخليك. قولوا واحدا أسأل حضرتك الأول عن هذا المشروع، تقييمك ليه، نجحت الفكرة؟ أنت إعلامي ناجح وبرنامجك عليه إقبال شديد كويس ومحترم، وأنا بشكرك على تواجدك معنا والمصداقية بأمانة. أنا بحب الإيه اللي يجي لنا مرة يجي لنا مرة تانية. لا إحنا عشان بنحبك وبنحب أرض لا لا والله لا، وفي إنتاج أصل ممكن إيه الموضوع لقطة، يعني حضرتك تيجي تاخد برنامج 5 دقايق وتمشي وما ترجعلوش تاني. صحيح. لكن اللي بدأ بترجع لبرنامج تاني، وانا يمكن من 3-4 سنين حضرتك قلت لنا 2019 وبعدين قلت لك تعالى 2020 وده انت في 2023، كل سنه بنزهل من لا فضل الله سبحانه وتعالى. والله احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نرجع الفضل لاهله، احنا يعني في دعم كامل لينا من الخير. طبعا طبعا. وفي اطار توجيهات سياده الرئيس ان احنا نتوسع في المشروعات الانتاجيه التصديريه، يعني الجوجوبه دي اول مره تتعمل، احنا مطلقين مبادره هنا 15,000 فدان للجوجوبه، منهم حتى الان مزروع قدام حضرتك 3,000 فدان، وفي 3,000 لسه متعاقدين عليهم، وان شاء الله احنا طرحنا 9 جنبهم برضو في نفس المنطقه، والوادي ده سميناه اللي هو الطريق بتاع الاقصر ده، عملنا قلنا وادي الجوجوبه. وادي الجوجوبه. عشان مش كل يبقى الوادي الجديد، عايزين وادي الجوجوبه، وادي البطاطس، وادي القمح، وادي، وان شاء الله حلوه الافكار دي. افكار بحيث ان احنا ايه إن خصصنا المنطقة دي بامانه فيها 15,000 فدان مبادره واطلقناها، زي ما انت شايف الانتاج الحمد لله احنا جينا السلفات. انا من المشروع ده يمكن بقالي 3-4 سنين معاهم الجديه، يمكن 5 الجديه، وزي ما انت شايف انتاج عماله، يعني انا دلوقتي في عندنا عمال منين؟ من الاقصر، من جنبنا، من اسنا، في عمال من باريس، في عمال من الخارج، بحيث العامل بياخد له 150 ل 200 جنيه في اليوم. صحيح. ياكل ويشرب ويبات وعربيه توديه ويجيب. الموضوع مش جو بس، في نفس الوقت الماده كلها ماده تصديريه بفضل الله سبحانه وتعالى، غير الريف المصري وغير حاجه، احنا اقتربنا من 400 ل 500,000 فدان. الله اكبر. زياده عن مساحات مزروعه 2017 مزروعه. مشروع زي ده ندعمه ازاي؟ يعني لو عايز تصنيع عندنا الوحدات نقدر نديها له يعمل العصير للزيت ويقدر يعمل منتجات. المشروع ده حضرتك احنا دلوقتي عشان المشكله ده، اول حاجه عندنا مشكله الطاقه، احنا مع شركات الطاقه اللي هي الطاقه المتجدده، عشان برضو هنا بعدنا عن الشبكة القومية، ففي أماكن عندنا ما بتكونش فيها طاقة كهربائية، لكن الحمد لله الطاقة الشمسية عندنا 360 يوم، فاحنا اتفقنا مع كذا شركة طاقة، يعني أبو نقار في شركة جت
خدت امتياز لأبو مقار، معانا شركة تانية تاخد طريق الدخل العوينات، وده كله بالتعاون مع وزارة الكهرباء، فلازم نوفروا المكان. احنا بديهم الأراضي هنا يعني بتسهيلات فوق الوصف. خد بالك المستثمر ده لو انت وقفت معاه وقعدت معاه والمجموعة المسؤولين هنا، لو ما كانش في تسهيلات من المحافظة ما جوش المنطقة دي. صحيح. لو ما فيش ان احنا انا كنت بتابعهم يعلم الله، لو حصل له مشكلة في النص بنيجي نعاين ونشوف انه وندي له مدة تانية وتالتة ورا الدعم، بنوفر له أرض، بنوفر له أرض مكان كويس. لو هو محتاج أي دعم في أي وزارة يعلم الله، أنا مثلا إذا كان بنوك إذا كان وزارات أنا مع المستثمرين كلهم، لو ليه مشكلة عند وزارة معينة أو بنك معين أنا بتواصل مع البنك، بعتبر نفسي أنا وهو شركة في الموضوع، لأنه نجاح أنا دايما المحافظة. لما حد يقول لي أنا رايح أشتغل في الوادي الجديد بقول له أنت رايح لمحافظ لو عندك مشكلة هياخد الملف بتاعك يعلم وهو الله. اللي بيتحرك وده الحقيقة يعلم. أنا بقول لك المستثمرين كلهم أنا معاهم في مشاكلهم الزراعية ومشاكل مع البنوك، مشاكل مع أي حاجة الحمد لله أنا معاهم في كل حاجة، وبنحل أكتر من 70-80%. الجد إحنا بنستمر معاه، في ناس طبعا غير جد بنسحب منهم الاراضي وحصل بلا هوادة بلا يعني ما فيش يعني اجراء اللي بيديله طب فرصه، طب عايز يديله 6 شهور، طب عايز سنه يديله سنه، هيروح فين؟ الارض موجوده. صحيح. وهو عندنا والله بقى جاد اهلا وسهلا، مش جاد غير جاد واشتغل غير جاد. واحنا الحمد لله عندنا احنا بنعمل مزاد كل شهرين، دلوقتي لسه عاملين مزاد الاسبوع اللي فات ده يمكن اكتر من 30,000 فدان تم. ما عايز حضرتك تطمنا على المساحات الموجوده والخريطه الاستثماريه بتقول ايه النهارده في الوادي الجديد؟ بفضل الله والله، بفضل الله وبرعايه كامله من سياده الرئيس وتوجيهات كامله ودعم كامل. يعني انا بقول الكلام ده انا بعمله، انا لو ما فيش ليا دعم من القياده السياسيه البروقراط راح توقفت، بدليل ان بقول لحضرتك احنا عندنا طلبات انتظار اكتر من 100,000 فدان، لذلك كل شهر او شهرين نعمل مزاد. احنا عملنا مبادره بالدولار عليها اقبال كبير جدا جدا جدا، مصريين بالخارج، مصريين بالخارج. يعني شوفوا بلاك كل ده، كل ده استثمار. طب الناس تعرف الحاجات دي منين بقى؟ انا مصري في الخارج. احنا دلوقتي داخلين مع احد البنوك وبنتفق مع بعض الشركات بحيث ان احنا نسوق لابنائنا سواء في اوروبا او في الخليج من اول 50 فدان لغايه 200 فدان. هخصص لحضرتك انا 50 فدان، عايزهم مرفقين او عايزهم انت تطرف، وهنعملهم تمليك على طول ان شاء الله. فاحنا بنعمل اجراءات قانونيه نراجعها في مجلس الدوله، وان شاء الله هنعلم احد البنوك يعني خلال قبل 1/8 هنعلم. والمساحات المطروحه قد ايه؟ احنا المرحله الاولى ان شاء الله يعني 10,000 فدان باذن الله. يعني يمين ياخد يلا مين ياخد وهنشوف. انت ممكن حضرتك طاقتك 100 فدان، واحد عايز ياخد 200 اقصى حاجه 200 لان الفرد 200 بس. وهنقول نظام السداد هيبقى ازاي، اللي هيدفع كاش هيبقى له تخفيض قد ايه، واللي هيعمل تقسيط له قد ايه، والفايده هتبقى قد ايه. يعني الموضوع هيبقى واضح متكامل، حتى نعمل لينك ده سيعلن خلال قد ايه هيعلن. يعني بقول لك قبل 1/8 ان شاء الله هنكون اعلناه باذن الله. خلي بال حضراتكم الوادي الجديد بتمثل 44% من مساحه مصر، يعني 440,098 كيلومتر، ولازم ننميها وبافكار بره الصندوق ويبقى فيها كل عوامل الجذب للتوطين والاستقرار والحياه الكريمه لكل مواطن على ارضها. وبالمناسبه عدد سكانها ما يعديش لغايه النهارده 250,000 نسمه، وكلهم من اطيب الناس واهل كرم، ونسبه التعليم مرتفعه فعلا. الشباب حلمهم كنا ننفذ ليهم الخمسه فدان وبيت وينزل يتوطن في الوادي الجديد، مش احنا حلمنا الناس تتوطن؟ عملنا الكلام ده، مشروع الجذب السكاني عملناه لابناء الوادي الجديد مرحله اولى، وان شاء الله اتفقنا مع بعض المحافظات زي كفر الشيخ المنوفيه الغربيه بحيث ان احنا خلال الفتره يعني ان شاء الله نهايه السنه دي في عندنا يمكن اول مرحله حوالي 1000 منزل باذن الله مع وزاره التخطيط، وعرضناه مع سياده رئيس الوزراء، وكان سياده الرئيس وجب ان احنا نعمل جذب سكاني. ده فين يا فندم بالظبط ال 1000؟ هنعملهم في ابو طرطور، في 1300 منزل موجودين اصلا في ابو طرطور، احنا بنرفع كفاءتهم دلوقتي ونعمل لهم مرافق، ان شاء الله في نهايه السنه دي هنكون خلصناهم. وفي مرحله برضه 300 منزل وزعنا منهم 100 منزل، دول كان بالتعاون مع البنك الاهلي وبنك مصر. دول ابناء الوادي الجديد؟ دول ابناء الوادي الجديد. تمام. ومعاهم بعض ابناء المحافظات الثانيه. تمام. يعني في جزء ابناء الوادي 20% يتقدموا ازاي المحافظات الثانيه؟ في احنا متواصلين مع الساده المحافظين، وفي بعض الافراد بيقول لنا وبيقدموا. احنا دلوقتي اكتر من في اول 100 منزل الحمد لله خلصناهم، بندي له 5 فدادين والمنزل، وبيدفع مقدم وبياخد ايجار والجديه والتمليك حق الدفاع بغرض التمليك في الاخر، بس لازم يكون يقيم وفي مدرسه. ونطور احنا متفقين مع وزاره الاسكان اللي هو جهاز المركز للتعمير، هنعمل ان شاء الله 100 بيت تانيين برضو في المنطقه دي. الناس تقدم في المحافظه عشان يطمنوا في المحافظه؟ لا، يجي لحضرتك يقدم في محافظته بس نعلن، يروح هناك يقول لهم ما نعرفش حاجه. لا لا، في كفر الشيخ احنا في 1200 منزل بتوع ابو طرطور منتظرين بس المرافق، فاحنا ان شاء الله هنخلصه باذن الله، بالاضافه لكلام شركه ابو طرطور في الفوسفات باذن الله ربنا يوفق كده ويعمل له عقد النهائي، هيبقى فرص عمل 1200 منزل جاهزين. هو ليه حضرتك اللي بتنشئ ما تخصص الارض للمحافظه؟ احنا مش قلنا هيبقى في ارض مثلا لمحافظه دمياط، محافظه الغربيه، ده وهي اللي تجيب ولادها وتعمل لهم؟ ده حضرتك
ده برنامج. يعني مش عايز احمل صندوق المحافظه. التاني احنا بنعمل ايه؟ المطور الزراعي. آه. يعني زي المطور العقاري. المحافظه نفسها اللي هتبقى المطور. لا دي شركات، لكن انا بجيب شركه حضرتك مثلا مطور عقاري او مطور زراعي، تيجي بس تتعاقد معايا مش ايه، مش في الباطن. احنا بنعلن كمان وحاطين على الطرق، اللي ما يتعاملش مع المحافظه احنا غير مسؤولين عنه. فاحنا عاملين الشركات المحترمه يجي حضرتك نديله 1000 فدان يرفقهم يقسمهم عشرينات ويعلن عنهم والعاد يتاخد من المحافظه. يبقى يضمن حقه والمرافق تكون جاهزه وفي لجنه من المحافظه تتابع كل وانا ابقى شايفه كمحافظ اقدر اخد له قرار. لكن انا اللي بياخد بقى من الباطن، من يعني من محدش يعرف عنه حاجه، هو المسؤول. وفي مشاكل حاصله في بعض المستثمرين تعامل مع بقى شباب ومواطنين وهو بيعلن احنا بنعرف بنسحب منه. يعني بنحذر نقول ايه؟ بالحذر ما تتعاملش مع اي مستثمر من الباطن الا بورق معتمد من المحافظه. خدت ورق بينك وبينه يا خلاص انت وبقى. كم مشروع من النوايا دي موجود على ارض الوادي الجديد؟ احنا في مشروع كان ان انا اخد عادي من المحافظه. انا بقول لك اهو بعلن على الهواء، في مشروع اللي احنا في بدايته وده سحبناه وهو كان يعني انا عرفت انه بيع الارض وبيعمل بيتاجر بيها، احنا لا كان لسه ما عملش حاجه. في مشروع تاني فعلا والناس ما اشتكوش وفعلا قسم عليهم وارتضوا، قلنا تعالى هناخد منك جزء وهناخد من المواطن جزء زياده يعني وهندي العقد للمواطن بايده بس، والحمد لله الموضوع ماشي كويس جدا جدا. اما اللي عنده مشكله بقى يقدم شكوى للجهات الرقابيه، يقول والله انا فلان فلان عمل معايا كذا كذا، وفي ناس عملت كده وجهات الرقابه بتحقق معاهم. لكن لو في مطور زراعي ده جاهز وقادر ان هو يعمل مجتمع كبير، مجتمع كبير ويبقى فيه ولادنا جواه نساعده فورا والعقود تطلع للولاد وبنعمل بروتوكول معاه، احنا بناخد نسبه وهو بياخد نسبه، احنا ثمن الارض وهو الترفيق، والمواطن ياخد عقد من المحافظه، دي بقى اضمن حاجه. انا اللي بحمي المواطن، انا بحمي المواطن. آه. لكن هو اتعامل مع المستثمر لوحده هيحصل مشاكل. مع الوزير بشكرك وعايز اقول لك ان احنا نتمنى تحقيق التنميه على كل ارض الوادي الجديد ان شاء الله بفضل جهود كل ابناء مصر ان شاء الله باذن الله والتعاون الكامل بيننا ان شاء الله نصل الى زي ما انت شايف. المنطقه دي من 4 سنين لو انت دخلت على جوجل مش هتلاقي فيها بقى مش بني ادم، مش هتلاقي فيها طير. احنا قلنا الكلام ده 1000 مره رب العالمين. الدنيا تحولت تماما الحمد لله وربنا يبارك، وده كله بمجهود المستثمرين وهم اللي بينفخوا، والمستثمرين احنا لازم نقف معاهم. ويمكن انا بقول يمكن احنا لسه كنا في اجتماع اخر اجتماع محافظين، يعني توجيهات شديده جدا 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 بكل التيسيرات للمستثمرين الجادين. الوزير في ناس جت لحضرتك زرعت هنا بنجر على بعد 3 ايام من المصانع في عرض النهارده. احنا يمكن اكبر كميه بنجر السنه دي باذن الله، يمكن بقى لنا 3 سنين ما زرعناهاش، اكتر من 15-20 ألف فدان. وفي شركه برضو شركه سكر برضو جايه لنا هتعمل مشروع كبير جدا جدا المصنع هنا باذن الله. هم وعدونا، احنا والله احنا بنقدم كل التسهيلات وبنستدعي الوعود. ايه ناخد وعود لغايه ما لو كل 10 وعود يطلع منهم 3-4 احنا كسبنا برضه، ما خسرناش حاجه، ونحاول مره واثنين وثلاثه لغايه في الاخر ما يبقى على الواقع زي ما انت شايف حضرتك. اخيرا باريس من المناطق الواعده زراعيا في مصر، واشجار الجوجوبا في حاله التوسع في زراعتها هتكون محصول صناعي تصديري واعد من الدرجه الاولى، وممكن واحد باريس تبقى مركز عالمي في انتاج زيوت الجوجوبا ومنتجاتها. تشاهدون في حلقة الجمعة، فريق الجدعان يشهد اجتماعات قطاع الصناعات الكهربائية والكابلات مع بعثة مشترين دولية بالقاهرة للمنتجات المصرية، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعات الكهربائية والكابلات. فريق الجدعان يرصد قصص نجاح مبهرة في قطاعات الصناعات الكهربائية والكابلات، ويكشف التحديات التي تواجه المصانع في توفير الخامات لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته، وذلك حتى يمكنها المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية.